تناوي نكسة جديدة. الداء المغاربة يفشلون في بلوغ نصف نهايات سباق 1500 متر خلال بطولة العالم الألعاب القوى المقيمة ببوين يوغين 2022، بعدما كانت زادت المسافة. فهي من تخصص مغربي، وكتعرف السي حسناوي كاين سعيد عويطة، كان هشام القروج، كانوا عدة لاعب عدائين مغاربة اللي كيبصموا بكل صراحة سباقات رائعة، ومن خلالها من خلال هذه المسافة رفعوا العلم المغربي وربحوا ميداليات ذهبية. سي حسناوي التعليق ديالك في هذا النكسة بكل صراحة، فخيبة أمل كبيرة ولو مغربي تأهل للمباراة ديال النصف النهائي. تفضل. هو اخي مصاب، بداية انا بغيت كاع الاخوه اللي تكونوا يستمعوا لهذا المقطع هذا انهم يشاركوا على نطاق واسع باش توصل للمستمع. السي مصطفى والسي عبد السلام احيزو تفكروا كان عداء سبق له خدا شي القاب عنده شي علاقه بهذا المجال. راه منذ ان تولى هذا الرجل رئاسه الجامعه الملكيه لالعاب القوى راه ما حصدنا الا النكسات والا الخيبات، وللاسف الشديد حتى شي واحد ما كيخرج يهضر، لا اعلام لا فعاليات الى غير ذلك. هادشي راه بزاف السي مصطفى، راه حتى في البطوله ديال العاب البحر الابيض المتوسط راه الحصيله ديالنا راه ما كانتش مزيان للامانه. اليوم راه الى ستنيتي البقالي 3000 متر راه ما بقاش عندنا شي واحد اللي كيدير شي نتائج مزيانه. هاد النكسه ديال 1500 متر لاول مره ما كنحضروش حاضرين يعني في النهائيات، راه انا بالنسبه لي كانت منتظره، لان الطريقه اللي كتختاروا بها العدائين فيها نقاش، الطريقه اللي كتختاروا بها المدربين فيها نقاش، تتصرف ملايير اخي مصطفى ولكن الحصيله صفريه. هذا الشيء خصو يتوضع له حد، وذاك السيد يمشي يعطي مصطفى التقار لهذا المجال هذا. انا دي رسالتي ليه، ما عنده، انا كنحترمه وكنقدره كانسان في مجاله في تخصصه، ولكن العاب القوى السي عبد السلام راك ما زدتي لنا شي اضافه تي احيزون، راك زدتي راك كنا في الطوب ورديتينا للقاع. السي حسناوي راه النقطة الضوء الوحيدة اللي تكلمت عليها هو سفيان البقالي امير مدينة فاس، ومن تكلمتي قلتي واحد الجملة نحن بالفطرة. شوف السي حسناوي العدائين، هضرتي على العويطة، هضرتي على القروج، هضرتي على نزهة بيدوان، هضرتي على حيسو صلاح، هضرتي على السكاح، هضرتي على فوزي اللهبي، هضرتي على الصغير اسنقار وطول العائلات ولائحه طويله الحسناوي. هاد الناس كيشتغلوا السي حسناوي بالمجهودات ديالهم، ومن بعد هاد الناس السي حسناوي ملي كيربحوا كيجيو هادوك الناس كيركبوا على النتائج ديالهم وكيبينوا بان هي الجامعه هي اللي خلقت هاد الابطال والعكس هو اللي كاين. هذا نداء، حنا ما عندناش مشكل مع السي حيزون. السي حيزون الله يجعل البركه، انسان اللي نخليو شباب ابناء الميدان وما يجيو يشتغلوا في هذه الرياضه اللي بكل صراحه كل سنه وهي كتضعف هذه الرياضه. حسناوي ماشي حيت ما كاينش ابطال وما مهتمينش بهم، ولكن كاينين الناس اللي غير ما كاينينش في المكان المناسب باش يستقبلوا، كاين حيت عندنا مواهب. حسناوي كتمشي لافران، تمشي لفاس، تمشي لعده مناطق مغربيه، كاين عدائين في المستوى العالي، ولكن خص الناس اللي استقطبوا هاد العدائين وخص الناس اللي تعطيهم مد اليد ديال المساعده. وكون على يقين السي حسناوي غتكون الالعاب القوى ديالنا بخير على خير. ولكن للاسف انت تكلمت على البحر الابيض المتوسط اللي كانت عندنا فيها واحد الشان كبير، شفنا حتى الرتبه ديالنا غير مشرفه بكل صراحه اللي احتل المغرب. واذا فتنا هاد البطوله ديال كاس العالم ديال البطوله ديال العالم كنظن السي حسناوي غير سفيان البقالي ما كاينش، ما نقدرش نعولوا على شي واحد، هذه حقيقه وصراحه. اذا كخلاصه وكختام حسناوي يجب تغيير جذري يعني من رئاسه الالعاب القوى الوطنيه، ويعني الاتيان برجل المناسب في المكان المناسب حتى تعود الالعاب القوى الى التوهج ديال حسناوي. شكرا لك، لا عندك شي اضافه سي حسناوي؟ تفضل. ما عندك. شكرا لك اخي مصطفى. شكرا سي حسناوي من مدينه افران.